المكون الرئيسي النهاردة الملوخية الناشفة، عصير ليمونة، مية، بصل، ثوم. البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وكمون وكزبرة ناشفة، المقدار ربع معلقة صغيرة معلقة شاي، ودي شطة. الشطة النهاردة على فكرة إجباري مش اختياري، لأن مكون أساسي في الطبق بتاع النهاردة. هو طبق كله مضادات حيوية، الليمون مع البصل مع الثوم مع الشطة، طبق سهل جدا هنعمله حالا مع بعض. هحط التوابل على الملوخية، أقلب كويس، بعد كده بقوم حاطة الثوم وبرضو البصلاية، هقلبهم مع بعض لحد بس المكونات ما تندمج مع بعض. خلاص كده معقول، نزود بقى المية. زي ما قلنا الشطة مكون أساسي في الأكلة دي. حطينا الليمون، بعد كده هبتدي أحط المية وهبتدي أقلب لحد القوام بتاعها ما يتظبط. كده زودت شوية مية، هقلب لحد كل المكونات ما تختلط مع بعض. الطبق على فكرة ده بناكله على البارد، طعمه بيبقى حلو قوي، وعايزاكم تجربوه. بس كده كده القوام معقول كويس قوي. كده الطبق جاهز اهو على الاكل. على فكرة انا دقته قبل ما اسجل دلوقتي، بجد حلو عجبني. يعني العيش هو محتاج بصل اخضر، انا ما عنديش، فانا لقيت بصل صغير كده قطعته. وجربوه ان شاء الله يعجبكم، وطبق سريع وكله مضاد حيوي وحلو جدا جدا، وبالهنا والشفا.